صباح الخير من جديد لكل اخوان المشاهدين ايضا اللي انضموا لنا تباعا لهذا البرنامج. في قارتنا التاليه شاب درس الهندسه، مخرج متميز، يعني ما له علاقه ما بين الهندسه والاخراج، ايضا ابدع في موضوع صناعه الافلام والاخراج، المخرج محمد الحشكي. صباح الخير محمد. صباح الورد، الله يعطيك العافيه. صباح الخير محمد، اهلا وسهلا. كيف صباحك؟ تمام الحمد لله. يعني مبسوطين انك معنا في اليوم. انا كمان والله بالاستديو، لكن زي ما قلت في المقدمه، شو دخل اول شيء الهندسه بالاخراج؟ والله انا درست يعني الافلام اللي عملها يعني ذو سمعه عاليه. تسلم. لا انا درست هندسه ايامها، ما كانش لسه في جامعات بالاردن بتدرس فيلم، ودرستها، وبعدين اول ما تخرجت كانت لسه الهيئه الملكيه للافلام عم تنعمل، اشتغلت فيها. حلو. اشتغلت فيها سنتين او اكثر، حتى كنت مسؤول عن موضوع او عن مشروع نوادي الافلام. كنا نروح على المحافظات ونبني نوادي للافلام هناك، ونعلم الشباب كيف يشتغلوا على الكاميرات وكيف يعملوا افلام، ونعطيهم معدات والى اخره، ولهلا موجودين يعني. وبعديها صرت فريلانسر واشتغل لحالي. حلو. عملت كم من فيلم قصير، بعدين فيلم طويل ربحنا فيه كم من جائزة ولفينا منيح، بعدين دخلت عالم التلفزيون، عملت مسلسلات أكثر بعديها. الرؤية لأكثر من فيلم أنت عملت، يعني أنا أعتقد آخر فيلم كبريت 45. مظبوط. طيب رؤية هذا الفيلم وإنتاجه أيضا. معظم الأفلام اللي بحاول أعملها، بحاول أو يعني حتى الأعمال المسلسلات وغيره، بحاول أحكي عن عمان. بحس عمان كمدينة وكهوية ثقافية وحضارية مظلومة شوي، إعلاميا وحتى من الناس تسويقيا، يعني بتحس الناس، حتى إحنا كأردنيين صعب تلاقي حدا بيحكي لك أنا من عمان. فهاي الهوية شوي بتحسها ضايعة أو مش بنحكاش عنها، وأنا بحب هاي المدينة وبحس إنها ما عم تنشاف زي ما أنا بدي إياها تنشاف. فكل شيء عم بحاول أعمله، بحاول عادة أخلي عمان تطلع بكل شيء فيها، يعني بكل طبقاتها وبكل الناس اللي فيها وتفاصيلها. محمد الحشكي، قبل ما نحضر التريلر والتشويقة تاعت الفيلم، احكي لنا شو سبب تسمية الفيلم بكبريت 45؟ يعني أي حدا بسمع الاسم بيخطر عباله أنه ليش كبريت 45؟ قصة الفيلم هي عن واحد كاتب بيشتغل، يعني الحياة بتبهدله، فبيشتغل بمصنع كبريت، فبيقرر انه كل يوم راح يولع كبريته. تمام. ومن هون ل 45 يوم. طيب اذا سميتها شحاته. ايه كنا نقولها بالحظاهر شحاته هاي هي كبريته، كان يعملها هاي كل ليله. المفروض انه بيعمل واحده كل ليله، بعد المفروض كل واحده فيها 45 واحده. شوف البروموشن، فبموت بالاخر. او يعني بده ينتحر اذا ما زبطت. محمد شوف البروموشن، نرجع لنكمل. يلا يعني واضح من التريلر انه الاشي مشوق كثير. احكي لنا اكثر عن الفيلم، عن اهم الشخصيات اللي كانت موجوده بفيلم كبريت 45. هم الاهم شخصيتين اللي هو الكاتب، الشخصيه الرئيسيه، بحكي لك اكثر عن كيف اصلا طلعت الفكره. أوكي. كاتب محمد، قبل ما تبلش، مين اللي كتب؟ الكاتب مين هو؟ كتبناه انا وصديق لي اسمه عماد محتسب، ممثل، وصديقة برضو اللي كانت منتجة اسمها عزة حوراني. كان جزء من مسابقة عملت بالأردن، وكان معنا يومين بس عشان نطلع الفكرة والبروبوزل وإلى آخره. فكرته الأصلية طلعت من صورة كنت أنا شايفها على الإنترنت لواحد بأمريكا. تعرفوا لما يمسكوا الأمريكان حدا بيصوروه صورة بالمخفر. yes. المكشوت. تمام. هاي المكشوت تاعته هو زلم كبير يعني بالأربعينات وعم بيبكي. فلما تقرأ عنها بيحكوا أنه هذا الشخص راح على المخفر وسلم حاله لأنه قتل صديقه الخيالي. راح حكاله أنه أنا قتلت صديقي الخيالي. فهاي الفكرة ظلت براسي، أنه كيف شخص بهذا العمر لساته عنده أصدقاء، يعني لسه بيخترع ناس بيعيش معهم، وكيف وصلت معه أنه يقتله، يعني شو اللي صاير بينهم وبين حاله لهذا الشخص لدرجة أنه يقتله يعني. فمن هون طلعت كل فكرة الفيلم. واخترنا شخصية ككاتب لأنه إحنا كلنا بنشتغل بالإخراج بالتمثيل وبالدراما، فعالم بنعرفه وبنعرف الشخصيات تعونه وبنعرف همومهم وتحدياتهم وكيف بيفكروا، فطلعت شخصية الكاتب.
ومنها طلعت الشخصية الثانية اللي هو بيطلع له اللي هي الشخصية الخيالية اللي معه اللي هو حنكش. حنكش هو الشخصية السلبية؟ مش سلبية ومش إيجابية، بحاول دائما لما نشتغل ما نحط ليبلز، ما نحط إنه هذا شخص سيء بالمطلق أو جيد بالمطلق، لأنه ما فيش حدا هيك، كلنا فينا خير وشر، كلنا فينا أبيض وأسود، فعم نحاول كنا دائما نوازن إنه. بس ممكن أنا كنت بقصد إنه ممكن هو الشخص اللي كان يأثر على مسار تغييره لبطل الفيلم. بالضبط. هلا هي هون الفكرة إنه كنا عم نحكي دائما، وإحنا هلا إحنا دخلنا بكثير نقاشات فلسفية وإحنا عم نحاول نكتب الفيلم، إنه بالاخر انت احيانا بتحتاج تكون عنيف، بتحتاج تكون دقر صايع، لانه مرات الحياه بتلزمك، يعني اذا ظهرك بالحيط وكل شيء عم بيجي ضدك احيانا بتحتاج تقاوم. لوين هاي المقاومه بتصير اسمها عنف، لوين بتصير اسمها اجرام، شو الحد تبعها وشو اللي بيخلي ناس عاديين يوصلوا لهي المرحله. فمن هون كنا عم نحاول نحط الشخصية بهاي المواقف. وفكرة أنه أنت عايش كمان بعالم بيحتاج أحياناً، إحنا محاطين بالعنف من كل محل، صحيح. فكله بوصل لعندك بالآخر، صحيح. ما بتقدر تضلك بعيد، صحيح. طب هذا الفيلم محمد جاهز؟ وين يعرض؟ بالسينمات مثلاً ولا على شاشات تلفزة؟ لسه ما بنعرف، يعني عم نحاول نشوف وين ما نعرض. مسوق خارجياً مثلاً؟ لسه برضو ما بنعرف، يعني هذا كله هلأ رح يصير. إحنا هلأ حالياً بس رح نعرضه مرة واحدة أتليست للناس اللي اشتغلوا فيه. رح نعرض بسينما الرينبو قريباً، عن طريق الهيئة الملكية للأفلام، وبدنا نشوف بعديها شو بده يصير فيه. هو في العادة ما حدش بيعرف، يعني بتبعته بتوديه مهرجانات إلى آخره، بعدين بتشوف شو بصير. طيب غير كبريت 45، يعني إيه غير كبريت 45 إيش عندك يعني؟ أنا هلأ بعد مدن ترانزيت اللي هو عملته ب 2011-2012 اشتغلت تلفزيون أكثر. نعم. دراما تلفزيونية، لأنه مش أسهل تنعمل، هي أصعب كعمل إنك تطلع المنتج على الواقع، صحيح. بس أسهل إنها كطريقة، يعني بالآخر معروف كيف بدك تعملها. الأفلام أصعب كثير، ممكن تضلك 5 أو 6 سنين تحاول، صح. إنك تعمل فيلم ما بين كتابة وتجيب له إنتاج وبعدين تعمل. المسلسلات طريقها واضح أكثر، فعملت عدد من المسلسلات، وهلا برضه عم نحاول نشتغل على مسلسلات ثانيه، يعني هون اشياء محليه واشياء مع محطات عربيه. نتمنى يعني لك دائما التوفيق. شكرا. احكي لنا رساله لكل الشباب اللي درسوا تخصص معين وحبوا يتجهوا اتجاه صناعه الافلام. والله شوفي، انا بحكي للناس بالعاده انه اللي بيسالوني يعني ليش تركت الهندسه والى اخره، شوفي كل حدا عايش، كل حدا منيح. الحمد لله. الحمد لله. اعمل شيء بتحبه. العمر صغير يعني، فاعمل شغله بتسويه. شو العمر صغير؟ خلينا لسه متفائلين. بس اعمل شيء بتحبه، عشان هيك اعمل شيء بتحبه يعني بالاخر. انت راضي؟ انا مبسوط صراحه. انا اكثر عن الاعمال وعن تحولك من الهندسه للاخراج والدراما والاشياء، يعني انا اكثر شيء بكون مبسوط في هذا الطريق. انا اكثر شيء بكون مبسوط فيه لما اكون على موقع التصوير ومعي الناس وعم نحاول نخلق شيء ونعمل. يعني أنا بالنسبة لي أحلى إشي بالعالم لما أكون كاتب شغلة من 2 أو 3 شهور وبعدين أشوفها عم تنعمل قدامي مع الإضاءة والناس والممثلين والآخر، الشعور حلو، صح. فبتحب إشي يسويه، وكل شيء تاني بلحق يعني، والناس بلحقوك بعدين بالآخر، بضل في عالم ضدك بالأول، أكيد. بعدين كله بيمشي وراك يعني. يا بالنهاية كل بداية صعبة، وين ما عرفت يعني، كل بداية صعبة. هي المرحلة الأولى دائما فيها صعوبة، لكن فيما بعد يجي تكون الأمور أسهل. فأنت كانت أكيد صعب عليك تنتقل من الهندسة للدراما أو للإخراج بشكل عام، لكن والله مع أهلي كمان كمان مع أهلك طبعا يعني، بس هلأ يعني مبسوطين فيي وفخورين كله تمام. أكيد يعني. نتمنى لك دائما النجاح والتوفيق، وجدا سعداء بوجودك معنا لليوم. شكرا. أنا كمان. صباحك سعيد.